أشعياء 63. مين ده اللي جاي من أدوم؟ بهدوم حمر من بصرة. الأبهة ده بالهدوم بتاعته اللي بتعظم بكتر القوة بتاعته. أنا اللي بتكلم بالصلاح العظيم للإنقاذ. ما لبسك محمر وهدومك زي اللي بيدوس في المعصرة. دوست المعصرة لوحدي ومن الشوق ما كانش معايا حد، فدستهم بغضبي ودست عليهم بغيظي، فطرش العصير بتاعهم على هدومي فبقعت كل هدومي، لأن يوم الانتقام في قلبي وسنة المبنيين بتوعي جت، فبصيت وما كانش فيه معين وتحيرت عشان ما كانش فيه اللي يشجع، فأنقذت لي دراعي والغيظ بتاعي شجعني، فدست شعوب بغضبي وسكرتهم بالغيظ بتاعي ونزلت للأرض العصير بتاعهم. أفتكر إحسانات الرب، تسبيح الرب حسب كل اللي كفينا به الرب، والخير العظيم لبيت إسرائيل اللي كفيهم بيه على حسب المراحل بتاعته وحسب كتر إحساناته. وقال حقيقي إنهم شعبي ولاد ما يخونوش، فبقى ليهم منقذ فكل الضيق بتاعهم الضيق، وملاك وشه أنقذهم بمحبته وحنيته هو فكهم ورفعهم وشلهم كل الأيام القديمة، ولكنهم اتمردوا وخلوا روح قدسه يحزن فتحول ليهم عدو وهو حاربهم. بعدين افتكر الأيام القديمة موسى وشعبه، فين اللي طلعهم من البحر مع راعي الغنم بتاعه؟ فين اللي خلى قصتهم روح قدسه اللي مشى على يمين موسى دراع المجد بتاعه، اللي شق المية قدامهم عشان يعمل لنفسه اسم ملوش نهاية، اللي مشاهم في الأمواج زي فرس في الصحراء فما تعبلوش، زي بهايم بتنزل لوادي روح الرب ريحهم. بالشكل ده قط الشعب بتاعك عشان تعمل لنفسك اسم مجد. طل من السماء وبص من مكان سكن القدس بتاعك ومجدك، فين غيرتك والجبروت بتاعك زفير اللي جواك والمراحب بتاعتك ناحيتي بطلت، لانك انت ابونا. ولو ما عرفناش ابراهيم ولو ما دريش بينا اسرائيل، انت يا رب ابونا اللي يبدينا من الوقت اللي ملوش بداية اسمك. ليه توهنا يا رب عن طرقك؟ قسيت قلوبنا عن اننا نخافك. ارجع عشان خاطر عبيدك عشاير ورثك لوقت قليل ملك شعب القدس بتاعك، اللي بيضايقونا داسوا المكان المقدس بتاعك. كنا من زمان زي اللي ما حكمتش عليهم وزي اللي ما اتندهش عليهم اسمك.